طابع عيونه، فأحرصوا على اختيار الرجل الجيد ولا تشددوا عليه. وش بتقول يا أبو؟ أنا أقول طول العمر السالفة دائما الواحد يروح يخطب 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 وبهمن، لكن أنا فضل الله سبحانه يمكن السالفة سمعتها أنت وباقي العرب باقي المشاهدين ما سمعوها. أنا يطول العمر ولا هنونا لا أنت إخواني ولا المشاهدين، جيت رجال شرواك شرو من يسمع شرواك الطيب، والرجال ذا أعتز به جدا صراحة، ولو كل يوم أسولف عنه هذا على ما قال شرف وفخر لي. والرجل هذا جينا مسلمين عليه طول العمر، أنا وابن عم له وخال زوجته في نفس الوقت. يوم جينا في الجله وحول أنت يا رفيقي ودق الباب واستقبل هالشايب وسأل قال من ذا الرجال اللي معك؟ قال ما لك علاقة فيه؟ قال إلا لي علاقة فيه، رجال جاء ما لازم أنه يشرب فنجان قهوته. يا سلام، حنا جايين مسلمين عليه على أنه طالع من المستشفى. المهم الشايب يقول رجل تقدمني ورجل تفهقني، وقلت خلني أحتسب اللي عند الله وأروح عند الرجال، هو ما يدري أني كفيف ولا عرفني أصلا، ولا أخذت الله فاتح الباب علي مسك يدي وحولني، دخلنا في ذاك المجلس وفنجال النشقر وعود النزرق وعلوم غانمة. المراد قال رفيقي يا أبو فلان نستاذن كان أحد العيال بنروح نجيب لنا كرامة لك يوم طلعت من المستشفى. المهم أنا صراحة كثر ما قلت ما اسمع من زوجك من زوجك من زوجك ولا حد صبر. سبحان الله. طيب يعني حتى ما خلنا حد إلا ما خطبنا عنده، جينا سلمنا عليه ما فاتحناه في شيء نبت. طلع الرجال وبقيت أنا والشايب، الله سبحانه وتعالى ثم أنا والشايب ما عندنا أحد. قال وش اسم الولد؟ قلت والله اسمه بي عبد الله. قالوا نعم. قلت ما عليك زود. قال طيب وش اسم البنت؟ اما اخطبها انا اخذها ولا احد العيال نخطبها له ولا؟ قلت والله يا طويل العمر انكم منفحولها بس ما بعد جات امها لها الحين. قال وش اللي رادك؟ مال ولا بيت ولا وش ولا شيء من امور الدنيا؟ وش اللي رادك؟ قلت والله لا مال ولا بيت، لكن ما لقيت الرجال اللي شرواك شروا من يسمعني هالحين وشروا المشاهدين هل عطى الكاملة يوفي بها. قال الله اللي عطاك ثم أنا. يا سلام. اللهم أني جوزتك بنتي. يعني أنت مسير ما قصدك؟ مسير سلام لا جا بيننا وبينه، هو اللي خطبني. سبحان الله. تستاهل يا ابو عبد الله، طول عمرك ويا الرجال بيض الله وجهه ووجه من يسمع ومن يقول علمه الطيب ذا ما انساه الين وسد يمناي، وبتم وانا اسولف به لانه شيء يشرف وشيء نومس وقليل في هالوقت اللي يسوي هالمبادره. نعم وبيض الله وجهه ووجه من يسمعني، أشكره عبر هالشاشة الموقرة. الله يستاهل يستاهل. أبو إيش هو؟ هو أبو سالم. أبو سارة. أبو سالم أبو سالم. أبو سالم. قلنا هذا عمي. قلنا علمته باسمها على طول. هذا عمي طال عمرك فهم بن سالم بن واسم الشرمي الحطان. ونعم 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 ونعم. يقول يقول زادت في زاد زادت المحبة بقلوبنا 100 سهم. يوم سمعنا قصة حبيبنا الغالي فهم. نعم. أسأل الله أن يسعده في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أن يبارك الله. له وأن يبارك عليه، وأسأل الله عز وجل لأبو سالم أن تكون سعادته في الدنيا والآخرة. ولا ننسى أيضا أم عبد الله بنت فهم. أبو سالم بنت فهم زوجة الرجال، أسأل الله أن يسعدها في الدنيا وفي الآخرة وأن يبارك فيها وأن يبارك لها يا ربي يا الله. اللهم أبو عبد الله أن تستاهل. طول عمرك. والله عز وجل ما يضيع أحد سبحانه. شوف
غعيه وثم عيه وثم عيه وثم عيه وثم يمكن انك وصلت مرحله ياس شوي. نسمعهم بيزوجوا بنزوج كنت ولا لا؟ صحيح. ويجي ابو سالم جعل الله يسعده في الدنيا والاخره وبكل هدوء زوجتك بنتي. اي نعمه هذه؟ والله ثم والله ثم والله اللي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه قال يا ولدي انا طمعان في راسك. يعني هو طال عمرك ما عرفني اصلا، ما عرفني الا عقب ما خلص من الامور دي كلها. قال انا طمعان في راسك، يقول الدنيا ذي الحمد لله حمد الشاكرين بيض الله وجهه شبعان منها. والرجال لا اخفيكم ان الرجال رضي رب ورضي والدين. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ابشر بالخير. هو كان يا طويل العمر عنده مقاولات، هو طبعا من مواليد الشرقيه، كان ابوه الله يغفر له وامه يعني في الشرقيه، ابوه كان يشتغل في ارامكو مبطي. ويوم طال عمرك كبر ابوه وهنا وراح للجله هو يمه، قال انا مع والدي الدنيا دي ما نفعتني بشيء. بيض الله وجهه بيض الله وجهه. اقول لك هو ينظر لله سبحانه. يعني الان بعض الناس ممكن يزوجك علشان اما منصب ولا مال. نعم. ولا يعني شيء من الامور، لكن الرجل هذا قال والله يا ولدي ما ابغى منك الا تدعي لي وابغاك التوفيق. بس. وان حتى عيالي انهم اغلى عنده من عيال عياله ومن عياله. اقول الله يبيض وجهك ويسعدك. خلوني بس على اساس ما ننساهم. احمد بن مبارك، احمد حبيب قلبي، اسال الله ان يسعدك الدنيا والاخره. دائما اذا كتبت